بدنا نسافر إلى الفضاء. يا ريت يا ريت بس موجات يسرعوا بعمل صاروخنا عشان نقدر نسافر للفضاء. الصاروخ صار جاهز تقريباً، لازم نتعلم نكون صبورين. عم نحاول نكون صبورين بس إحنا كتير 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 متحمسين نشوف بصاروخنا الجديد كل النجوم والكواكب والشمس. ياه كتير حلوة، مرحبا شمس. تمام، الصاروخ صار جاهز. بس ما صار وقت نحط رواد الفضاء الحجار جوات الصاروخ. رواد الفضاء هن ناس بيسافروا للفضاء. احنا جاهزين لرحلتنا للفضاء. تمام، جاهزين للانطلاق. ثلاثة اثنين واحد اقلاع. في عنا مشكلة، الورقة الموجودة بالصاروخ من تحت مانا قوية لتخلي رواد الفضاء جوات الصاروخ. لازم نلاقي إشي أقوى عشان ما يوقعوا من الصاروخ. إيش ممكن نستخدم؟ خلينا نوقف ونفكر. نقدر نستخدم لزاق، وفي عنا واحد هيا هون. اللزاق قرب يخلص، أو يمكن بيكفي. خلينا نجرب، اللزق بيكفي لقطعة واحدة تحت الصاروخ. تمام، ثلاثة اثنين واحد اقلاع. اللزق جد ما كان قوي، بس بتعرف ايش ممكن نستخدم؟ الصوف. فكرة ممتازة، خلينا ندور على الصوف. يلا على الورشة. ما لقيت هون، جد لقيت عندك اشي؟ لساتني عم دور. حدا شاف خيوط الصوف على جهة جد؟ هناك. ها شو؟ وين خيوط الصوف؟ اطلع هناك. تمام، شكرا، ممتاز. عن جد احنا محظوظين عشان بتساعدونا. ثلاثة اثنين واحد انطلاق. لا انا كنت متأكدة انها رح تزبط. انا بستسلم. لا لا تستسلمي هلا يا بسمة، نحن كتير متحمسين نطلع على الفضاء. بس اللي صار كتير كان محبط. بعرف، بس أكيد رح تنجحي إذا ضليتك تحاولي. معك حق، لازم نضل نحاول، بس بالأول لازم أخذ نفس عميق من البطن. تمام بسمة، النفس العميق دائماً بيساعدنا نهدى. عملوا معنا، خذوا نفس عميق وزفير طويل. شعور رائع، بس ناخد نفس عميق. جاهز نجرب مرة تانية. تمام، وبتعرفي شو؟ اجتني فكرة حلوة. بآخر مرة صحتوا خيوط الصوف عن الصاروخ ووقعوا الحجار، ومنشان هيك هاي المرة رح شق الصاروخ شوي من تحت وأعمل فتحات لخيوط الصوف منشان يثبتوا ما يتحركوا. ياه خلينا نجرب. ثلاثة اثنين واحد انطلاق. واو نجحنا. شكرا جد. شكرا بسمة، الفضاء رائع. مرات ما بتزبط منجرب ومنجرب، وإذا لسه ما عم تزبط احذر شو منضل نجرب. لما تصعب الأمور ناخد استراحة بنوقف ونفكر بشي تاني، إذا لسه ما عم تزبط منجرب ومنجرب.